السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أتمنى إن يكون الصوت واضح. معلش بحاول أتمسك بالاستوديو ده أكبر فترة ممكنة، لأن أنا عارف إن مش يعني لما الشتاء بيخش بيبقى مش دايما عارفين نتكلم فيه، ولو إن ليا حلقات وسط السنو يعني. النهاردة أنا كنت عايز أتكلم في موضوع يا جماعة يا ريت بوجه فيه رسالتي إلى الرموز الموجودة في تركيا، سواء جماعات زي جماعة الإخوان المسلمين الموجودين دلوقتي اللي احنا يعني أنا مش عارف الموضوع رسي على إيه، والجماعة الإسلامية المتواجدة دلوقتي بأسمائهم، وأنا ليا أصدقاء هنا وأصدقاء هنا، وبعض الشخصيات المعروفة السياسية زي الدكتور أيمن نور ويعني والناس التانية، يعني كل من في يده انه يساهم في حل هذه المشكلة يعني اللي هي صعبة جدا جدا، ولازم نبتدي نحتط لها دلوقتي عشان ما نقعدش نلطم بعد شوية. المشكلة دي يا جماعة اللي ما يعرفش، مشكلة العالقين في تركيا، يعني انا مش هقول اللي موجودين هناك، العالقين في تركيا في مشكلة إنسانية رهيبة قد تؤدي، عارفين لما واحد بيتمسك ويترحل ونقعد نعيط، قد يحدث ذلك مع عدد كبير جدا، وانا بس مش عاوز أثير الهلع، ومش عارف ليه يعني من غير ما حد ياخد الموضوع بحساسية، ليه الناس اللي هي دايما بتبحث عن دور قيادي، وده مش عيب، يعني انت مش عيب ان انت تشوف في نفسك ان انت يعني سمات قيادية وتقول انا يعني زعيم، ليه ما بتحاولش تتبنى حاجة زي كده؟ فساعتها مش هتطلب القيادة، لا ساعتها خلاص هتبقى خدتها. ليه ما بيحاولوش الناس يتصرفوا في الحاجات الأساسية دي، يعني بعيدة عن الخطب والاجتماعات والكلام يعني. طيب نخش في الموضوع على طول عشان نبقى محددين، ان في ناس كتير راحوا، وشباب وغير شباب يعني، في لان كلمة شباب يعني بتعتبر بتستخدم لإثارة يعني العواطف وكده، طب ما هو الراجل الكبير ده هيعمل ايه برضه؟ ده بيكون حاله برضه صعب جدا جدا يعني. وهناك من ترك أسرته، وهناك من ترك أهله، وهناك من لا يجد مورد رزقه، وهذا بيقعد يتكيفه بشكل صعب جدا، لكن وجودهم في تركيا مرهون قانونا يعني، طبعا كل شيء بأمر ربنا، بوجود أردوغان، لأن ما عندهمش إقامة، وجوازات السفر بتاعتهم ما بتتجددش في السفارة. فلو افترضنا ان حكومة اردوغان اتغيرت في وقت من الاوقات وده قائم، ولو حصل ده غالبا اللي هيجي هيكون بتوجه علماني شديد، فهيكون شديد التقرب من اسرائيل. فأول حاجة هيعملها إن هو هيحاول يساعد إسرائيل اللي هي في الحالة بتاعتنا السيسي، فهيسلم الناس، وممكن يسلمهم بشكل ما فيش فيه أي حاجة خالص، هيقول لهم أنتوا قدامكم مثلا، يعني ممكن بشكل جميل جدا يقول لهم أنتوا قدامكم شهر امشوا، ما حدش يعرف يمشي، ما هوش باسبور أصلا، هيروح فين؟ حدش يعرف يمشي، فهيروح فين؟ ففي الاخر خالص والله انتم مش عاملين حاجه وانا من حقي، وهيلاقي تأييد شعبي طبعا مفيش شك، لو الحكومه كسبت هيبقى من ضمن الاسباب اللي هي اللي بتعوق شعبيه اردوغان المهاجرين، ده مؤكد يعني. فلو افترضنا، وانا اتمنى طبعا ان نظام اردوغان حتى لو مش بشخصه يستمر، طبعا بقولها بمنتهى الصراحه، مش اتمنى يعني، انا يعني بأدعو الله متضرعا، واتمنى ان هو يعني لو ده موضوع تاني يفكر في من يخلفه، من يقدمه، مش هينفع يبقى الموضوع مرتبط باردوغان بس. يا رجب طيب اردوغان انت يعني
ما فعلته تجربة ما ينفعش تتهد كده. لو انت يعني غبت عن المشهد، ربنا يديك طولة الصحة، ربنا يديك طولة العمر ويديك الصحة. انا على فكرة عمري ما رحت تركيا يعني، عشان بس محدش يفتكر ان انا ايه. لكن طبعا اي يعني، وانا اللي يقول لك ايه وصي السلطان بتاعك، يا عم وصي السلطان بتاعنا، ماشي مالكش دعوة، تمام امك. انا بتكلم على مواقف لم اجد لها يعني شبيه بين الناس، لكن اخطاء. طب ما اكيد طبعا لي اخطاء يعني ايا كان. فلو حصل وجات حكومة تانية، سواء هتشحنهم على طول او هتعملها بشكل محدش يعرف يمسك عليهم حاجة، ده الوارد، فده احتمال. طب الناس دي هتعمل ايه بقى؟ وفي اللي عليه احكام بالاعدام، وفي من غير احكام هيروح يعني كونك مترحل من تركيا دي في حد ذاتها اتهام. انت كنت قايل لهم اديك في تركيا هتعمل ايه؟ وفي طبعا اللي قاعد يتكلم واعلامي، وفي اللي قاعد طيب. فهذا الموضوع لم يتم محاولة حله، مش بقول لك لم يتم حله، لم يتم او لم يكن هناك محاولة جادة لحل هذا الموضوع الكارثي. بس كل واحد عاوز يعمل نفسه زعيم، ما هو ما ينفعش. وما حدش بقى ايه، لو انت اخوان فتيجي شاتم ايمن نور، إيه لو انت بتكره الاخوان فتيجي شاتم الاخوان. يا جماعه المسؤوليه مشتركه في قوى سياسيه كان عندها فرصه للتعامل مع السلطات التركيه. القوى السياسيه دي خمس مين شخصيات، وعلى وابرزهم ايمن نور، الجماعه الاسلاميه. في شخصيات تانية برضو موجودة، بس مش بنفس القدرة على الـ 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 الاتصال بالسلطات التركية، لأن تركيا مش بتلعب يعني. فأنتوا دلوقتي يا 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 أساتذتنا، هل هتبقوا سعداء لو تم تسليم الناس دي مثلا؟ هتيجي تقول لي يا خالد ما يقولوا، او واحد ينقل لي لا ما هم عملوا 1 2 3 و7 8 ومش، لا انتوا ما حدش عمل حاجه. ليه بقى؟ لان اول خطوه انت هتعملها، اول خطوه هتعملها ايه؟ حصر. انت طبعا اللي احنا سمعناه واللي انا سمعته من الناس، بالنسبه لي محل ثقه شيء يندى له الجبين، شيء منحط جدا جدا جدا. وازاي في ناس كانوا بياخدوا الجنسية التركية وهم مش موجودين في تركيا أصلا، وفي منهم موجودين في مصر ما عندهمش مشاكل، لأن من وكلت له مهمة تحديد المحتاج ما كانوش أمناء. والكلام ده اتقال لي على ناس من المجموعة القديمة اللي مش عارف دلوقتي هم فين، هيرجعوا تاني ولا لأ. ما هو مجموعة محمود حسين عاملين زي حفتر كده في ليبيا، اختفى، ما بقناش نسمع حاجه يعني، ما بقناش نسمع ايه اللي حصل يعني. المهم ده اللي اتقال، لكن هل نفترض ان معلوماتي دي غلط؟ ده وارد يعني. طيب انتوا بقى عملتوا ايه؟ انتوا ده او ده او ده عملتوا ايه؟ مفيش يعني. اتحاد القوى الوطنيه برئاسه الدكتور ايمن نور، واحنا في اصحاب البلد، وانا دخلت في صراع مع ناس بيهاجموا المؤتمر بتاع النيل اللي عملوه، برغم ان انا قلت ده كان اقوى حاجه اتعملت على النيل وكان تغيير في الاتجاه. ماليش دعوه بقى، دي يعني كلمه الحق دي يعني. وانا تشرفت بالكلام كذا مره مع الدكتور ايمن نور، وتشرفت بالكلام كذا مره مع بعض قيادات الاخوان، بس مش اللي هم تبع الاستاذ محمود حسين يعني. ولو اني والله برضه تشرفت بناس من اللي هم تبع الأستاذ محمود حسين، وتشرفت بالحديث مع قيادات من الجماعة الإسلامية. حضراتكم كلكم مع احترامي الشديد لم تبقى، لأن أول حاجة إن أنتوا بتحصروا الأعداد والحالة، وتدونا إحنا توصيف للكيس. إحنا عندنا دلوقتي 5000 أو 8000 واحد جاي، ما الموضوع آلاف مش ملايين. أوروبا استوعبت ملايين، أوروبا في حاجة إلى شباب وإلى ناس. طيب
بس احنا بالهرجله مفيش حد هيجي يقول لك ايه، حتى لو انت عامل عزومه عشان حد ياكل عندك، لو انت جاي يجري عليك كده هتقفل الباب في وشه. يعني عاوز اقول الموضوع مش مستحيل، بس نكون مركزين فيه. صدقوني يا جماعه ده اهم كتير جدا جدا، وافيد حتى لمن يجد في نفسه دور قيادي افيد له من المؤتمرات واللعب والكلام كله. اه والله افيد له، افيد له اولا عند ربنا، لان الناس دي مرتبط بيها اسر، سواء اسر يا جماعه في ناس معاها اسرهم هتسلموا هو وهم واسرهم، في ناس اهلهم منتظرينهم في مصر ما يعرفوش هيرجعوا يشوفوه امتى يجي يلاقوهم يتسلموا، وفي ناس محكوم عليهم باحكام، في ناس محكوم عليهم بالاعدام وما خدوش الجنسيه. فاول حاجه يعني يكون ده المشروع. انا دايما اقول ايه، بدل ما تتلموا وتفكروا في حاجه وتتخانقوا، لا اتلموا على مشروع من ضمن المشروعات زي ما قلنا اصحاب البلد، زي ما قلت ثوره المساجد، طبعا ايدك من نوم والارض ان حد يتكلم على ثوره، لكن دي حاجه ما تزعلش ان انتوا تشوفوا وضع الناس اللي موجوده وتتصلوا بالسلطات التركيه. طيب مثلا نقول مثلا ان احنا عندنا مشكله في 5000 واحد، اصل في ناس بيبقوا عاملين فيها ان هم تبعنا بس مش تبعنا، ما دي شغلتكم، ما هو دي شغلتكم. وهيقول لك والله انا، ما انت تشوف بقى تاريخه ايه ويثبت لك والكلام ده. سافر امتى، بيسافر بيرجع، مش عارف ايه، ما في ناس بتسافر وترجع وعاوزه تاخد الجنسيه التركيه، لكن في ناس مزنوقه هناك الباسبور بتاعها خلص. فهتقولوا العدد، وبعدين هتتصلوا حضراتكم على قلب رجل واحد، مش زي ما كان بيحصل وناس يقولوا للسلطات لا دول مش تبعنا، لا احنا اللي هنديكم تبعنا حاجات. يا جماعه حصل حاجات يا جماعه والله، يعني مش هقول مهازل، مخازي لو كان يعني التعبير ده صح. يعني هتروحوا حضرتك تتصلوا بالسلطات التركيه، هل هيقدروا يشوفوا لهم حل في تركيا ولا لا؟ طب لو مفيش، لو مفيش طريقه ليه، لان في ناس قاعده بجنسيه مؤقته، في ناس قاعده ب تصريح مؤقت، في ناس التصريح بتاعهم خلص خلاص مش عارفين يعملوا ايه، في ناس حاجه اسمها اقامه دايمه لكن مش جنسيه، في حاجه اسمها جنسيه مش عارف ايه كده اللي هي ممكن في خلال 3 سنين تتشال، دي ناس ما فيهمش حق خالص، ما فيهمش حق خالص. فاتكلموا بحيث نشوف شكل قانوني. طيب لو تركيا عاجزه عن استضافتهم او استضافتهم جميعا، يعني هي تقول لك انا اقدر احل الموضوع ده جزئيا او ما اقدرش احله خالص، طيب احنا عاوزين نطلع تصريح سفر للناس دي في بلاد كتير. انا كل دي اقتراحات وانتوا حضراتكم هناك، في ناس كتير في دول كتير ممكن تاخدهم، تاخد ناس ونوزعهم بتصريح، يعني بحيث حتى كمان ما يكونش من السهوله ان هم يعني تتبعهم، يعني عادي محدش يعرف حاجه. في دول كتير، في دول في اوروبا، في دول في امريكا الجنوبيه، في دول، يعني ده اللي انا اعتقد ان هو اهم شيء، اعتقد ان ده كان اهم. طب يا جماعه المعتقلين بتقولوا احنا احتسبناهم شهداء، طيب الناس اللي موجودين دول هنعتبر ان هم شهداء؟ ما هو انت عشان تحس باهميه الموضوع ده لازم تتخيل ان ابنك واحد منهم. شوف قلقك على ابنك او على بنتك، ما هو في واحد قاعد هو وزوجته هناك. شوف انت هتبقى نفسك تعمل، انتوا ما بتعملوش حاجه، يعني يا جماعه ما بتعملوش حاجه في هذه الملفات الجاده. ده احنا ما بنصدق، ده لما الاتحاد القوى الوطنيه عمل المؤتمر بتاع النيل، والله اقسم بالله العظيم بقينا ما بنعملش حاجه غير ان احنا بننشر هذا لانه كان مفيد. طب دلوقتي يا جماعه رجاء لحضراتكم، رجاء لكل واحد يملك المقدره، ان انتوا الاول تبتدوا في هذا الموضوع بتشكيل لجنه. ماشي اعتبروا ان شكلتوا لجنه، الدكتور ايمن نور واحد من جماعه الاخوان المسلمين لما تحل مشاكلها، واحد من الجماعه الاسلاميه، وبعدين تحاولوا ان انتوا تروحوا تقابلوا حد وانتوا تعرفوا تقابلوا، يعني
حد من الناس. وبعدين تبتدوا تقولوا يا جماعه مثلا عند اتحاد القوى الوطنيه اللي عاوز اللي عنده مشكله يجي من كذا لكذا، وتعاملوا الناس بمنتهى الاحترام. لان الناس دي كانت محترمه في بلدها ومحترمه في اي حته، ومش عارفين يعملوا ايه. يعني في ناس بيكلموني مش عارفين يعملوا ايه، وانا مش عارف اعمل لهم ايه. انا هنا ما اعرفش اعمل لحد حاجه يعني، حتى هنا. ف اما انا مش على اتصال بحد هنا ولا هناك. فتروحوا تشوفوا حل للناس دي. اول حاجه نشوفها منكم ان انتم تحصروا عدد الناس، ويقول لكم معززين مكرمين تقعد تستناهم، يا دكتور ايمن او يا استاذ ابراهيم منير او يا من يحل محله او يا اي حد او يا متحدث رسمي او يا دكتور اسامه الجماعه الاسلاميه أي اي حد. تعاملوا الناس كانكم يعني مش كانكم بس كده، انتوا تبقوا قيادات فعلا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.